مشهد القصف وأعمدة الدخان المتصاعد في سماء المدن السورية أصبح العنصر الأبرز والأهم في يوميات الأهالي، فسكان حمص المحاصرة استيقظوا ومنذ ساعات الصباح الأولى على صوت المدفعية التي استهدفت مدينة الزعفرانة والقرى المحيطة بالبلدة. المدفعية التابعة لقوات النظام وبحسب الهيئة العامة للثورة استهدفت مخيم اليرموك في دمشق، في حين أمطر الطيران الحربي مدينة يبرود في الريف الدمشقي، وتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الجيش الحر وقوات النظام في محيط الفوج 81 في المليحة. الله أكبر. المعارك بين الجيش الحر وقوات النظام ازدادت حدة في منطقة ظهرة كفر حمراء وعند جبل شويحنا في ريف حرب، وسط قصف مدفعي مكثف طال بلدتي كفر حمراء وعندان، ما أدى بحسب شبكة شام إلى وقوع جرحى من المدنيين. مدينة درعا لم تسلم هي الأخرى من القصف العنيف الذي شهد سقوط أكثر من 25 قذيفة على مدينة داعل. الجيش الحر من جانبه أرد على الغارات، حيث استهدفت كتيبة حرس الإسلام التابعة للواء اليرموك السلطة الرياضية في اللواء 12 في مدينة أزرع في درعا. المدفعية الثقيلة التابعة لقوات النظام نفذت عدة غارات على مدينة عقرب وعدة قرى في ريف حما الشرقية، في حين شهدت قرية ناحية ربيعة في جبل التركمان في ريف اللاذقية سلسلة غارات براجمة الصواريخ. هنا محمد بخشم، العربية.